هل تناول المكملات الغذائية مفيد صحياً؟ يمكن أن يبدو تناول مكملات الفيتامينات والمعادن طريقاً مختصراً لحياة صحية، ولكن أثيرت شكوك حول فائدتها. في بريطانيا ينفق المستهلكون 420 مليون جنيه استرليني سنوياً. أوضحت دراسة حديثة لحوليات الطب الباطني أنها لا تحقق الهدف المنشود. تقول مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة: لقد اجتذبت المكملات الغذائية الصناعة لأنها قليلة التكلفة، ولكن فائدتها لم تظهر قط. ربما كانت الفضيحة الكبرى حينما نشرت دراسة عن طريق تعاونية كوكرين لتقييم التأثير بعيد المدى لأحماض أوميغا 3 على صحة القلب والأوعية الدموية، خلصت أنها تسبب الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو الوفاة المبكرة. تقول مدرسة هارفارد تشان للصحة العامة في بوسطن إن تناول بيتا كاروتين يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين، في حين ارتبط فيتامين إي بزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية وربما سرطان البروستاتا.